أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. أعلن العراق زيادة صادراته النفطية للأردن في شهر آب بمعدل 15 ألف برميل يوميا. وقالت شركة تسويق النفط سومو إن مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن خلال شهر آب الماضي لوحده ارتفعت لتبلغ 464,725 برميلا. وبينت سومو أنها باعت إلى الأردن البرميل الواحد من النفط الخام بأقل من $13.13 عن سعر البيع الرسمي المعلن به $83.35، حيث حقق العراق قيمة واردات بنحو $33 مليون. أعلنت الهند خفض وارداتها من النفط الخام الروسي بنسبة 24% في أدنى مستوى لها منذ 7 أشهر تماماً، كما انخفضت وارداتها من العراق بنسبة 10%. وكشفت صحيفة بيزنس ستاندرد البريطانية أن الكميات المخفضة من النفط العراقي وكذلك الروسي استبدلت بارتفاع حاد في الواردات من النفط السعودي بنسبة تصل إلى 63% على أساس شهري وصل إلى 852 ألف برميل من النفط يوميا. رفعت وكالة موديز الدولية للتصنيف الانتمائي توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعامي 2023 و24. وبحسب تقرير أصدرته الوكالة، توقعت نمو الاقتصاد التركي في العام 2023 من 2.6 إلى 4.2% وفي عام 2024 من 2 إلى 3%. هذا وكانت الوكالة الدولية قد توقعت في تقريرها الصادر في أيار الماضي نمو الاقتصاد التركي 2.6% خلال 2023 و2% العام القادم. ارتفعت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت ببداية التداولات بعد أن أظهر تقرير لبيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع معدل البطالة في شهر آب وتباطؤ نمو الأجور. وارتفع عدد الوظائف بحسب البيانات في القطاعات غير الزراعية إلى 187 ألف وظيفة مقابل توقعات بأن يضيف القطاع الخاص 170 ألف وظيفة أخرى الشهر الماضي، ما يعزز توقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة. وبين التقرير ارتفاع معدل البطالة بأعلى من المتوقع ليسجل بذلك 3.8%، وهو أعلى مستوى منذ شباط 2022، وذلك مقابل توقعات بأن يستقر دون تغيير عند 3.5%. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. إلى اللقاء.